بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الفني الصناعي تخصص السيارات بالمدارس الفنيه الصناعيه. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناتكم قناه مصر للتعليم الفني وماده تكنولوجيا تخصصيه. النهارده معانا موضوع اللي هو منظومه التكييف بالمركبات. منظومه التكييف بالمركبات طبعا من اهم منظومات الراحه بالسياره من اهم منظومات الراحه بالسياره لانها تعمل على الجلوس المريح للركاب في السياره وبالتالي زياده كفاءه السياره من ناحيه التشغيل وطبعا ده بيبقى خاصه في المسافات الكبيره لما تكون السياره هتسافر او هتمشي متعوده تمشي مسافات كبيره او في الحافلات ومركبات النقل الجماعي وكمان ايضا في البلاد الحاره في بعض البلاد الحاره بيتم فيها تشغيل المحرك جهاز التكييف بصوره كبيره بشكل مستمر طبعا للتغلب على حراره الجو وكذلك في البلاد البارده البارده جدا ممكن يتم فيها استخدام انظمه التدفئه بشكل كبير فمن اهم منظومات الراحه داخل السياره منظومه التكييف بالمركبات اللي هي موضوع درسنا النهارده وبنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا مستعدين معانا وجاهزين لبدء منظومه التكييف بالسياره بصوا مع بعض على الشاشه كده ونشوف النظريه الاساسيه لعمليه التبريد اولا النظريه الاساسيه لعمليه التبريد والتسخين عند السباحه في جو ساخن تشعر ببروده خفيفه نتيجه لان الماء العالق على الجسم يعمل على اخذ الحراره منه اثناء تبخر الماء يعني مفروض ان لو ده شخص بيسبح في الماء بيحصل بيحصل بيشعر بالبروده بيشعر بالبروده ليه حتى لو الماء مش بارد مش بارد يعني بالدرجه الكافيه ممكن يشعر بالبروده بسبب تبخر الحراره من الجسم تتبخر الحراره من الجسم عند الحراره عند السباحه فبالتالي يشعر يشعر الانسان ببروده يشعر الانسان ببروده بسبب تبخر الحراره من الجسم كما تشعر بالبروده عند وضع كحول على جسمك حيث يعمل الكحول على سحب الحراره اثناء تبخر الكحول. لو انت رشيت كحول كده على على حته من جسمك او وضعت ايدك في الكحول مثلا بتشعر ببروده لان الكحول بيعمل على تبخر حراره الجسم طبعا ده مش بسبب انخفاض درجه حراره الكحول الكحول درجه حرارته مش بتبقى منخفضه ولكن سبب شعورك بالبروده هو تبخر حراره الجسم تبخر حراره الجسم طبعا دي ظواهر طبيعيه بتستخدم او تم استخدامها في تصميم دوائر التكييف والتبريد ويمكن ان تجعل الاشياء ابرد باستخدام هذه الظاهره الطبيعيه وهي ان السائل يعمل على سحب الحراره من الماده عند تبخر السائل ويعتبر مكيف الهواء بشكل عام منظومه تجعل الهواء داخل السياره لكل من الحراره والرطوبه مريح ومناسب بحيث عندما تكون درجه حراره داخل السياره عاليه فانها تعمل على سحب الحراره بعيدا عنها لكي تخفض الحراره وهذا يسمى تبريد وعكسه عندما تكون ذلك الحراره داخل السياره منخفضه اي بارده فان المكيف يعطي حراره لكي ترتفع ذلك الحراره داخل السياره وهذا ما يسمى بالتسخين ثانيا سائل التبريد تعريفه الماده التي تحدث التاثير بالبروده عند اكتسابها كميه من الحراره اثناء انتشارها او تبخرها في عمليات التبريد الميكانيكيه يطلق عليها اسم وسيط التبريد وهذا الوسيط من المواد الاساسيه المستخدمه في عمليات التبريد حيث يعمل على نقل كميه الحراره من داخل الحيز المراد تبريده او تكثيفه عن طريق المبخر وطرد تلك الحراره المنقوله الى الخارج عن طريق المكثف خواص سائل التبريد طبعا سائل التبريد لازم يكون ليه خاص معين عشان يبقى استخدامه ذو كفاءة أو يعمل على أداء وظيفته في منظومة التبريد أولا غير سام غير مضر إذا استنشق أو انسكب على الجلد يكون غير قابل للانفجار سهولة الكشف عن التسرب سواء كان الكشف ميكانيكيا أو كيميائيا لا يسبب تآكلا مع المعادن التي يمر فيها غير قابل للاشتعال يغلي عند درجة حرارة منخفضة عند الضغوط العادية أن يكون ثابت التكوين ولا يتحلل في جميع أجزاء الدائرة عند تعرضه لضغوط عالية ومنخفضة وكذلك درجات حرارة منخفضة، عدم تفاعله عند اختلاطه مع زيوت التبريد ولا يتحلل ولا يتجمد مع الزيت، يجب أن تكون ضغوط العمل مناسبة بحيث لا تكون مرتفعة جدا ولا تكون أقل من الضغط الجوي، أنواع سوائل التبريد المستخدمة في دوائر تكييف السيارات، النوع الأول وسيط التبريد R12 ثاني كلور وثاني فلورو الميثان يعتبر هذا النوع من أكثر وسائط التبريد شيوعا وهو عديم اللون سائلا عديم الرائحة ونقطة غليانه عند الضغط الجوي هي 29 درجة مئوية وهو غير سام ولا يسبب التآكل ولا يسبب الهيجان وغير قابل للاشتعال فهو خامل كيميائيا عند درجات الحرارة العادية كما أنه مستقر حراريا حتى درجة 427 درجة درجة مئوية النوع الثاني وسيط التبريد الحديث R134A رباعي فلور الإيثان بناء على تقنية وكالة حماية البيئة EPA فإنه تحت عنوان هواء نقي والمعدل عن عام 1990 فإنه يفيد بأنه عن عناصر التبريد المهلجنة أي التي يدخل في تركيبها الهالوجين سوف يمنع استخدامها نهائيا بحلول عام 2030 في الوقت الحاضر فإن 134A اللي هو اتش اف سي رباعي فلور الايثان هو العنصر التبريد الاساسي في مكيفات السيارات حيث ان الخواص الديناميكيه لآر 12 وآر 134A هي متشابهه جدا والاختلاف الكبير هو ان ار 134A ليس له تأثير ضار على طبقه الاوزون الموجوده بغلاف الكره الارضيه وإنك تاكل طبقة الأوزون بواسطة بواسطة اتش اف سي 134 اي هو صفر لأنه لا يحتوي على أي كلور ولهذا يعتبر آمنا تماما من ناحية طبقة الأوزون. طبعا بدأ استخدام اللي هو السائل آر 134 اي من فترة كبيرة وطبعا هو عشان آمن بيئيا آمن بيئيا. وتم تعميمه تقريبا في كل دوائر التبريد بالمركبات. منظومة التهوية مقدمة عندما تكون الأجواء الجوية الخارجية جيدة ومعتدلة ليست باردة ولا حارة فإن قائد المركبة يرغب في إدخال الهواء الخارجي الطبيعي إلى داخل كابينة المركبة من أجل تغيير الهواء الداخلي وتجديده ومن المعلوم أن هذه الطريقة المستخدمة في السابق فقط حيث لم يكن هناك وسيلة تبريد أو تدفئة ولكن تم تعديلات من أجل الأداء أفضل من السابق. النظرية التشغيلية لمنظومة التهوية تعتمد النظرية على تمرير الهواء الخارجي إلى داخل المركبة عند الحركة عبر فتح الدخول ومنها إلى داخل الكابينة عبر فتحات التهوية المختلفة الأوضاع دون التأثير عليها بدورة التبريد أو التسخين ويعتمد دخول الهواء إلى داخل الكابينة على توزيع ضغط الهواء خارج المركبة عند الحركة حيث يتولى الضغط إيجابي على بعض المناطق على المركبة وسلبي على مناطق أخرى طبعا احنا بنلاحظ انه في التصميمات القديمه للسيارات كان هناك يعني فتحات خاصه بالسياره تعمل على تهويه السياره لا يكون لا هذا النظام موجود في السيارات الحديثه ولكنه كان مستخدم قديما وبعض السيارات القديمه تعمل حتى الان بهذه الطريقه يتم ذلك بادخال الهواء الخارجي الى داخل كابينه السياره على اساس انه يعمل على تهويه السياره تهويه السياره هواء يدخل جديد من الخارج وخروج هواء السياره التي بداخلها الى خارج السياره، تلك العمليه تعمل على تهويه السياره، تهويه السياره وهذه المنظومه لا يتم التاثير فيها على الهواء الجوي، يعني الهواء الجوي بيدخل كما هو باردا او ساخنا ويخرج كما هو، لا يتم اجراء عمليات تاثير او تبريد او تسخين عليه. ده شكل بيبين الضغوط التي تتعرض لها السياره اثناء الحركه، طبعا ده ضغط الهواء. ده ضغط الهواء وعلامه السالب ضد ضغط السالب وعلامه الزائد ضد الضغط الموجب ضغط سالب يعني خلخله يعني منطقه سقف السياره والزجاج الخلفي تتعرض لضغط سلبي تتعرض لضغط سلبي ومنطقه الزجاج الامامي وجزء من واجهه السياره تتعرض لضغط ايجابي. وهذه المنطقة بداية مقدمة السيارة تتعرض لضغط سلبي وهذه المنطقة لما يطلق عليها اللي هي الرفرف اللي هو حيز الذي يكون فوق عجلة السيارة تتعرض لضغط إيجابي طبعا لو أنا لاحظت في الشكل ده الضغط الإيجابي يعني ضغط مندفع ممكن يندفع داخل السيارة ضغط يؤثر على جسم السيارة بضغط موجب يعمل يعمل على ضغطها فنلاحظ أن فتحات التهوية تكون في هذه المنطقة فتحات التهوية تكون في الباب الأمامي للسيارة للاستفادة من, من من الضغط الموجب في هذه المنطقة ويعمل ذلك على إدخال الهواء إلى داخل السيارة إدخال الهواء إلى داخل السيارة مكونات منظومة التهوية تتكون منظومة التهوية مما يلي مفتاح التحكم في فتح الدخول الهواء الخارجي ويتم التحكم بها عن طريق مفتاح في المفتاح الذي ينقل الحركة للمشغل للبوابه والاخر بواسطه التحريك عن طريق سلك لفتح البوابه. الشكل يوضح مفتاح التحكم في دخول الهواء الخارجي يتم تشغيله بواسطه الضغط، ده مفتاح التحكم في دخول الهواء الخارجي. يتم تشغيله بواسطه الضغط. اولا ال ال هذه الاسهم تشير الى حركه الهواء. تشير الى حركه الهواء. طبعا السهم هنا بيوضح دخول الهواء من الهواء الجوي الى داخل السياره. اما في هذه الحاله فيتم عدم دخول الهواء من الهواء الجوي يتم تدوير الهواء داخل السيارة فقط طبعا بيتم تشغيل المفاتيح بالضغط مجرد ضغطك بأصابع اليد على هذه المنطقة يتم الاختيار إما هذا الوضع أو هذا الوضع والشكل التالي يوضح مفتاح التحكم في دخول الهواء الخارجي بواسطة التحريك طبعا ده بيتم غلق وفتح البوابات بواسطه سلك السلك, السلك بيبقى متصل بهذا المفتاح وهذا المفتاح يتم اختياره اما في هذا الوضع او في هذا الوضع في هذا الوضع طبعا وضع وضع الغلق اللي هو عدم دخول هواء الى داخل السياره اما عن تحريكه يمينا الى جانب هذا الوضع يتم اختيار وضع تمرير الهواء الى داخل السياره مجاري يمر فيها الهواء ده طبعا بنستكمل مكونات منظومه التهويه وهي تعمل على تمرير الهواء من فتحه الدخول ومن ثم توزيع الهواء على حسب رغبه الركاب من حيث خروجها من الاسفل او من الاعلى او من المنتصف ويتم التحكم بذلك بواسطه مفتاح التحكم بمخرج الهواء ويوجد نوعان احدهما بواسطه الضغط علي المفتاح الذي ينقل الحركه للمشغل للبوابه والاخر وسيط التحريك عن طريق سلك لفتح البوابة مثل النظام السابق تماما ولكن للمجاري ده شكل بيوضح مجاري الهواء طبعا ده ده الجزء ده ده الجزء الذي خلف الزجاج الامامي هذا ده اللي بيسموه القائم الجزء الجايم بتاع السياره يعني اللي هو بيستند عليه الباب الخارجي ودي توزيع المجاري طبعا الحقيقه ترى هذه الفتحات على طابلو السياره دي فتحة ودي فتحة بتراها على طابور السيارة بوضوح وكذلك الفتحات بتوجد على يمين الجالس بجوار السائق وفتحة بتوجد على يسار السائق وتوجد فتحات تصل هواء التهوية إلى الجزء الخلفي من كابينة السيارة. في هذه الحالة طبعاً بنتكلم على سيارات الركوب البسينجر كار يعني سيارات الملاكي أو سيارات صغيرة الحجم يعني سيارات الركوب صغيرة الحجم. طبعاً بيبقى كل من كل نوع سيارة بقى ليه شكل مختلف من المجاري دي. عشان يوصل التهويه او الهواء الى كل اجزاء السياره الشكل يوضح مفتاح التحكم بمخرج الهواء الى داخل السياره يتم تشغيله بواسطه الضغط الضغط ده مفتاح التحكم بمخرج الهواء ويتم الضغط بالاصبع على اختيار احد هذه الاوضاع احد هذه طبعا ده بيوضح الراكب وده بيوضح اتجاه الهواء عايز الهواء في, في هذه المنطقه او هذه وهذه او هذه المنطقه فقط لا تريد توجيه الهواء الى ناحيه جسم جسم الراكب وهكذا عند اختيارك احد هذه الاوضاع يتم توجيه الهواء اليها ويتم الاختيار بواسطه الضغط الضغط اي الضغط باصبعك على المفتاح آه نفس المفتاح السابق تحكم مخرج الهواء الى داخل السياره يتم تشغيله بواسطة التحريك تحريك انت بتحرك هذا المفتاح جزء متحرك طبعا بيتحرك يمينا ويسارا عشان يختار يختار طريقه توجيه الهواء طريقه توجيه الهواء كده او كده او احد هذه الاشكال باحدى هذه الطرق يعني تشغيل الهواء باحدى هذه الطرق وده بيتم تشغيله بالتحريك يبقى في سلك متصل بهذا المفتاح وبين وسيله تحديد مسار الهواء الجزء اللي بعد كده في منظومه التهويه مروحه لدفع الهواء وهي تعمل على دفع الهواء الداخل من الخارج مما يساعد على دفع الهواء داخل الكابينه وخصوصا عند توقف المركبه ويتم تشغيلها عن طريق مفتاح التحكم بسرعه المروحه زي ما انا شايف كده دي مروحه وده مدخل الهواء الخارجي السهم بيوضح مد دخول الهواء والمروحه طبعا بتعمل على اخذ الهواء وده الاسهم دي بتشير للهواء وده مخرج الهواء، مخرج الهواء ده يكون إلى داخل السيارة، يعني مخرج الهواء ده دا يكون الى داخل السيارة. والصمامات دي صمامات تشبه صمام الخانق في نظام الكربونيتور كده. صمام يعمل على قفل غلق أو فتح هذا المسار، وصمام آخر يعمل يعمل على فتح أو غلق هذا المسار، وصمام آخر يعمل على فتح أو غلق هذا المسار. هذه الصمامات هي التي يتم التحكم بها بهذه المفاتيح. هذا المفتاح وهذا المفتاح يتم التحكم فيهم في هذه الصمامات التي تعمل على دخول الهواء الى داخل كابينه السياره داخل كابينه السياره اختيارك لاحد الاوضاع السابقه تعمل على تحريك احدى هذه البوابات فيما مضى لم يكن هناك ما يمكن عمله للتخلص من الغبار او الروائح الكريهه في الهواء تماما وعندما يكون هناك اقل قدر من الغبار او الروائح الكريهه داخل حيز المقصوره المغلق يكون مصدر ازعاج كبير حيث يمضي بعض السائقين ساعات طويله داخل سياراتهم ولهذا السبب تم ابتكار مرشح الهواء لذلك فان مرشح هواء المقصوره هو خاصيه جديده تعطي تهويه مثاليه خاليه من الملوثات حيث تعمل على التقاط الغبار وغيره من الجسيمات غير المرغوب غير المرغوبه العالقه في الهواء قبل ان تدخل الى مقصوره الركاب داخل السياره لتوفير بيئه تنفس اكثر راحه ومرشح هواء المقصوره موجود في مقدمه وحده تكييف الهواء ليقوم بتنقيط الهواء الخارجي والهواء الداخلي علي السواء وذلك لتحسين جوده الهواء ومستوى الراحه في المقصوره هذا هو مرشح الهواء او فلتر الهواء طبعا الهواء السياره بتسير الى الامام وبتستقبل الهواء من هذه المنطقه هذه المنطقه في السياره تكون مغطاه بجزء مكشوف وتسمى الشبكه شبكه السياره في الجزء الامامي خلف غطاء تحت غطاء محرك السياره اسفله مباشره هذا الجزء يقوم في السياره كما تعرفون يعني هو جزء مكشوف يعني مش مكشوف نهائي لا لكن بيبقى فيه شكل تصميمي لشبكه لا تمنع دخول الهواء لا تمنع دخول الهواء ويوجد في هذه المنطقه المرشح او الفلتر الذي يعمل على تنقيه الهواء من الغبار والروائح الكريهه وما شابه ذلك وايضا يقوم نظام سحب الهواء بسحب الهواء داخل السياره ايضا وامراره عبر هذا الفلتر ويخرج الهواء نقي مريح للركاب داخل السياره طبعا الهواء باللون الازرق ده هو النقي والهواء باللون الغامق الثاني ده الهواء الذي لم يسبق تنقيته ولم يمر على فلتر الهواء ده شكل بيوضح لي عمليه تنقيه الهواء داخل السياره أنواع منظومات التهوية نظام التهوية الطبيعي السريان يتم دخول الهواء الخارجي إلى كابينة المركبة نتيجة ضغط الهواء الناتج عن حركة المركبة فقط وهذا ما يسمى بنظام التهوية الطبيعي السريان نظام الهواء الطبيعي السريان زي ما أنا شايف كده مركبة بيدخل الهواء من هذه المنطقة ويتم خروج الهواء من هذه المنطقة وتماما ويتم يتم دائما في حال سير السياره للامام تدفق الهواء الداخل والخارج وفي هذه الخاصيه تم استغلال المناطق السلبيه والايجابيه للضغط مناطق ذات الضغط الموجب واماكن ذات الضغط السالب وتم تصميم مكان دخول الهواء للمركبه في مكان الضغط الموجب ويتم خروج الهواء من المركبه في المناطق ذات الضغط السالب طبعا المنطقه دي كلها ضغط سالب وهي منطقة ضغط موجة، الضغط الموجب بيساعد على دخول الهواء، يعني الهواء بينتقل من الضغط العالي للضغط المنخفض، لأماكن الضغط المنخفض. وكذلك هنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة بيعمل على خروج الهواء، أن هنا الضغط سالب. الضغط هنا سالب، فيقوم الهواء بالخروج بسهولة، بسهولة، فتم استغلال ذلك، يعني كل جزء بيتم تصميمه في المركبة طبعًا بيتم تصميمه بدراسة الهواء المؤثر على المركبة أثناء الحركة مش بيتم بشكل عشوائي ابدا يعني. انواع منظومات التهويه نظام التهويه ذو السريان المدفوع وده النوع الثاني في هذا النظام تستعمل مروحه تستعمل مروحه كهربائيه او جهاز شبيه لدفع الهواء لسحب الهواء من الخارج ودفعه الى داخل المركبه وميزه هذا النوع توفير الهواء اثناء توقف المركبه يعني النظام السابق كان بيعمل على دفع الهواء داخل المركبه ولكن بشكل طبيعي السريان يعني من غير من غير ما بتدفعه باستخدام مروحه او استخدام دافع مخصوص لا نتيجه حركه السياره بيندفع الهواء داخل السياره طبعا من من عيوب هذا النظام انه اثناء توقف السياره لا تعمل هذه المنظومه السياره متوقفه فما فيش هواء داخل من خارج السياره الى داخلها فلا تعمل هذه المنظومه لكن نظام التهويه ذو الهواء المدفوع حتى لو السياره متوقفه فهناك جزء بيعمل على دفع الهواء الى داخل السيارة يشبه النظام السابق تماما ولكن مع الاختلاف ان في هذا النظام تم تزويد مروحة تم تزويد مروحة لدفع الهواء لو نظرت للنظام السابق لا توجد هنا مروحة فبالتالي السلام الطبيعي للهواء هو الذي يعمل على ادخال الهواء للمركبة في هذا النظام تم اضافة مروحة في عند هذا الجزء تعمل على سبح سحب الهواء وإدخاله داخل فتعمل ما طب يعني ايه الفرق يعني الفرق بيه طبعا الفرق هنا يعني هنا طبعا بتعتمد على الضغط الطبيعي في دخول الهواء هنا بتعمل على سحب الهواء بضغط اكبر فبالتالي ممكن كمان يكون معدل سريان الهواء اكبر يعني معدل سريان الهواء اكبر يعني معدل اجراء الدوره في, في تهويه السياره بيبقى اسرع بالاضافه الى يعني عند توقف السياره او سيرها بسرعات منخفضه او سيرها بسرعات منخفضه او عندما تسير السياره في اتجاه عكس اتجاه الهواء كل هذه السيارة كل هذه الحالات يتم فيها استخدام هذه المروحه والعمل بشكل افضل من النظام السريان الطبيعي منظومه التسخين مقدمه عندما تكون الاجواء خارج المركبه بارده فان هذا الجو ينتقل الى داخل الكابينه مما يؤثر على قائد المركبه لذلك وجب توفير وسيله لتقليل البروده داخل كابينه المركبه كتمثل في منظومه التسخين وهي تعمل على توفير الجو الدافئ من اجل ان تكون القياده مريحه ده بيوضح لي الاجواء اللي هي بتحتاج الى تسخين المركبه طبعا دي بصاعه درجات الحراره دول دي درجه الحراره لناحيه اوتو دي ناحيه المركبه بعد بعد جراء عمليه التسخين عليها او يعني تكييف الهواء بالنسبه للجو البارد وطبعا دي درجه خمسة مئويه خارج السياره طبعا دي اجواء بارده تحتاج الى تسخين تحتاج الى تسخين تدفئه الجو داخل السياره تدفئه الجو داخل السياره تعتمد النظرية على تمرير الهواء البارد القادم من خارج المركبة أو الموجود في الكابينة عن طريق دفعه بواسطة المروحة عبر سخان يمر فيه سائل التبريد القادم من المحرك وهو ساخن فيخرج الهواء من الجهه الاخرى للسخان بشكل دافئ ومنها عبر فتحات التهويه الى داخل الكابينه ليدفئ الكابينه، يعني في هذه المنظومه انا عملت نظام تبادل حراري. وتم الاستفاده من الهواء الس... الماء الساخن القادم من المحرك قبل ما يتم عليه عمليه ضمن المحرك وأمرر معاه الهواء في منظومه تعمل على تبادل حراري بين الهواء الجوي وما بين الماء الساخن فيحدث ان.. يعمل ذلك على تدفئة الهواء ودخوله إلى كابينة السيارة الشكل بيوضح سائل تبريد المحرك ماء حار أو ساخن يعمل على المرور في هذا الاتجاه وده سخان الماء سخان الماء ده عبارة عن مبادل حراري يتم فيه تبادل الحرارة بين الهواء والماء سربنتينا بمعنى صح سربنتينا آه يمر فيها الماء الساخن من هذه الناحيه الى هذه الماء الساخن القادم من محرك السياره قبل وصوله الى الرادياتير للتبريد ويمر الهواء الساخن في هذا الاتجاه هواء بارد يعمل تبادل حراري مع الماء الساخن فيحدث تدفئه للهواء ويمر الى داخل كابينه السياره ويعمل ذلك على تدفئه الهواء. ده شكل وجود المنظومة على المركبة أو على السيارة ده شكل وجود المنظومة على المركبة أو للسيارة طبعا ده تطور لمنظومة التدفئة بالسيارة نظام التدفئة بالسيارة حاليا ممكن مش كده يعني لا ده في نظام التكييف نفسه بيستخدم في, في تدفئة الهواء بيستخدم في التبريد ويستخدم في التدفئة ولكن هذه طرق مستخدمة في بعض السيارات وكانت مستخدمة هي تكلفتها أقل ولكن تكنولوجيا هي ليست أعلى من المنظومات الحديثة لو نظرت إلى هذا الشكل انا عندي المروحه اللي بتسحب الهواء وهذا هو المبادل الحراري بين الماء الساخن الخارج من المحرك انا عندي ماء ساخن اهو خارج من المحرك بيكون موجود في هذا الجزء اللي هو سخان الماء سربنتينا سربنتينا زي زي سربنتينا أو أي مبادل حراري. وهذه المروحة تدفع الهواء الجوي ليمر من هذا الجزء وتحدث عملية تبادل الحراري ويصبح الهواء دافئ فينتقل إلى كابينة السيارة. هذا هو الهواء الدافئ بداخل كابينة السيارة. وبالطبع يوجد مرشح للهواء فتحة للدخول وده محرك السيارة. وده سخان الماء. ده شكل شكل سخان الماء المتواجد على السيارات مكونات منظومة التسخين أولا صمام التحكم بتدفق الماء صمام الماء مركب في دورة التبريد المحرك ويتحكم في كمية سائل التبريد للمحرك الذي يمر في قلب السخان وصمام الماء يعمل بواسطة تحريك زراعة التحكم في الحرارة في لوحة التحكم اللي هي ويستخدم نوعان من صمام الماء اعتمادا على نوع نظام التحكم في الحراره المستخدم في السخان في احد الانواع يستخدم ذراع في الصمام نفسه كوسيله لتشغيل الصمام اما بسحبه او لفه كما يوضح الشكل الاتي ده شكل صمام التحكم في مرور الماء طبعا بتحكم في مرور الماء ده يعني صمام التحكم في مرور الماء ده بيحمل على التحكم في درجه التدفئه بتاع الهواء كلما كان الماء المار في المبادل الحراري او في سخان الماء او سخان الهواء ماء كثير يعمل ذلك على زياده درجه الحراره بتاعه الهواء يعمل على تدفئه الهواء بصوره اكبر يعني. طبعا ده لما تبدا خروج وده دخول الماء يقوم بالدخول هكذا عبر هذا الصمام ثم الى هذا الممر يعمل على توصيله الى رادياتير السياره طبعا الدخول ده المياه تأتي أه من محرك السياره من قمصان التبريد قبل وصول الراتير وهذا الاتجاه يعمل على خروج الماء الى السياره للتبريد المفروض او كيفيه تشغيل الصمام الدوار ده عندما يدور زاويا حركته زاويا في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه يعمل ذلك على تطابق هذه الفتحه مع اخرى مشابهه لها في هذا الجسم فاذا كانت الفتحتان متقابلتان تماما يعمل ذلك على مرور اكبر كميه من الماء اما عند حركه الزاويه لهذا الصمام يعمل ذلك على وجود فتحه جزئيه تكون مساحتها بحجم او بمقدار لف او دوران هذا الجزء هذا هو اتجاه الفتح وهذا هو اتجاه الغلق الحركه الزاويه لهذا الصمام تعمل على تحديد كميه الماء التي تمر عبر سخان الماء ويتم التحكم فيها بهذا الزراع يتم التحكم فيها بهذا الذراع قلب السخان قلب السخان هو السربنتين اللي بنحكي عليها قلب السخان مصنوع من انابيب وزعانف من النحاس وحاليا يوجد نوع بعدد وافر من الفتحات مضاف للانابيب لكي يحسن اداء خروج الحراره من قلب السخان يستخدم في بعض انواع السيارات لو خدت لو بصيت كده فتحات الدخول ودي فتحات الخروج طبعا ده الحد الجزء ده بيوضح لي الزعانف وبيوضح لي انابيب الانابيب ده الانبوب بتاع مرور الماء ماء ساخن طبعا ودي الزعانف اللي هي دي وبيحصل التبادل الحراري ان الهواء يعمل على المرور في ثنايا قلب السخان من الجهه دي الى الجهه دي، لهذه الجهه، لهذه الجهه مما يعمل على تدفئه الهواء الداخل الى كابينه السياره. مفتاح التحكم في درجه الحراره، يعمل مفتاح التحكم في درجه الحراره على اختيار درجه الحراره المطلوبه وذلك بتحديد كميه الماء المر في السخان او كميه الهواء المر على السخان على حسب النوع المستخدم في التحكم في منظومه التسخين، يعني انا ممكن استخدم احدى الطرق الاتيه: في التحكم في درجه الحراره الطريقه الاولى ان استخدم التحكم في كميه الماء يعني امرر كميه ماء قليله عند الاحتياج لدرجه تدفئه قليله او اعمل على تمرير كميه مياه كبيره عند الاحتياج لدرجه تدفئه كبيره او العكس من الممكن تثبيت كميه الماء الماره والتحكم في كميه الهواء الداخله الى كمية السياره اتحكم عندما يراد رفع درجه الحراره يتم تدفق او يتم دفع كمية كبيرة من الهواء داخل كبيرة السيارة، أما عندما يراد تقليل درجة حرارة التدفئة يعني محتاج تدفئة متوسطة أو بسيطة يتم ذلك عن تقليل كمية الهواء الدافئ الداخل للمركبة. يتم التحكم في كل الأحوال بالمفتاح المعروض أمام حضراتكم أبناء الطلاب وأعزائي زي ما أنا طبعا ده المفتاح بيشتغل بالتحريك. يعني المفتاح بيشتغل بالتحريك والعلامات دي بتوضح لي الدرجة يعني كلما مثلا لو المفتاح بيتحرك كده ناحية الحار وكده ناحية ايه؟ ناحية البارد غالبا لأن اللون ده بيديني كده بيؤشر لي حالة ما عايز أكثر تدفئة أدفعه كده ده ده في الحالتين في حالة بتحكم في المية أو بتحكم في الهواء الشكل يبين أماكن أجزاء منظومة التسخين بالمركبة طبعا احنا دايما بنحاول نوضح كل جزء راكب فين في السياره ده جزء ده جزء مهم جدا في استيعابك للدرس لازم تعرف كل جزء في السياره راكب فين لازم تعرف كل جزء في السياره راكب فين عشان لما تعلي معارفك لما تنزل سوء العمل وتنزل ورش يبقى انت عندك خلفيه نظريه عاليه ولما تنزل ورشه في المدرسه لما تنزل برده ورشه المدرسه اللي انت بتتعلم فيها الجزء العملي تبقى عندك خلفي خلفيتك المعرفيه عاليه فتتعلم العملي بسهوله يعني تكتسب الجزء المهاري بسهوله لما تكون عارف الجزء العمل النظري كويس. فالجزء النظري ده بتعرف منه اماكن الاجزاء يعني مثلا هنا مثلا مكان المروحه. ما, مجد... ما تروحش تروح مروحه في مكان ثاني. المكان ده هو مكان المروحه لازم تعرف كل جزء من منظومه التكييف راكب فين في المركبه. طبعا ده, ده بيختلف كمان في في الحافلات يعني الاتوبيسات بيختلف فيها وكل ما, كل ما تختلف شكل المركبه ممكن يختلف تصميم منظومه التكييف او منظومه التسخين واماكن تواجد اجزائها. لكن على الاقل تبقى عارف السيارات الاكثر انتشارا اللي هي سيارات الركوب سيارات الركوب هنا صام التحكم بضفوق الماء ويبقى هنا جهاز التسخين السلامتين ودي المروحه التي بتعمل على دفع الهواء الى داخل كابينه السياره انواع منظومات التسخين هناك نوعان من التسخين بالماء الحار يختلفان في نظام ضبط درجه الحراره هما النوع الاول نوع خلط الهواء هذا النوع يستخدم بوابه للتحكم في خلط الهواء والذي يغير درجة الحرارة للهواء بواسطة ضبط نسبة الهواء البارد المسموح له المرور على السخان والهواء الذي لا يمر بالسخان هذا النوع في عدة موديلات أولا الموديل الأول صمام التحكم في خلط الهواء المفروض أن هذا الهواء هو القادم من الجو وهذا هو سخان الماء من نوع خلط الهواء سخان الماء والبوابة هذه تتحكم في دخول الهواء عند وجود البوابه بهذا الشكل لا يمر هواء مطلقا من داخل سخان الماء وبالتالي يمر كل الهواء بدون تدفئه في حاله اختيار هذا الوضع طبعا ما يتم التحكم من المفاتيح السابق عرضها في حالة اختيار هذا الوضع زي ما انا بشاور كده بيعمل ذلك على امرار نصف كميه الهواء داخل منظومه التدفئه والنصف الاخر لا يتم تدفئته وهنا يتم اختيار وضع نصف تدفئه او تدفئه جزئيه اما عند اختيار هذا الوضع يتم دخول كل كميه الهواء داخل سخان وهذا هو الوضع الاقصى للتدفئه هذا هو الوضع الاقصى للتدفئه انواع منظومات التسخين النوع الثاني التحكم في انسياب الماء في هذا النوع يتم التحكم في درجه الحراره بواسطه ضبط كميه الماء المنسابه الى السخان عن طريق صمام التحكم بتدفق الماء الى السخان وبذلك فان كميه الماء الماره في السخان عندما تكون قليله فان الحراره التي تحصل عليها تكون قليله والعكس صحيح يعني هذا النوع بيتحكم في منسياب الماء مش في تدفق الهواء. ده الهواء الجوي وده الهواء الدافئ كل الهواء بيمر داخل سخان الماء كل الهواء بيمر انا لا اتحكم في تدفق الهواء ولكن اتحكم في امرار الماء عن طريق صمام التحكم في تدفق الماء من الممكن ان الماء يمر يدخل من هذا الاتجاه ويخرج من هذه الفتحه يمر من هذا الممر الى داخل سخان الماء ويخرج من هذه الفتحه من الممكن غلق غلق هذا الصمام تماما ولا يدخل الماء مطلقا في هذه الحاله لا يتم تدفئه الهواء او فتح جزئيا لامرار نصف كميه الماء وبالتالي احصل على وضع التدفئه الجزئي او امرار كميه الماء كامله وبالتالي احصل على وضع التدفئه الكامل. منظومه التكييف والتبريد مقدمه مكيف الهواء هو وسيله لجعل غرفه القياده مريحه في الاجواء الحاره ويجب علي جهاز تكييف السياره الكامل والنموذجي ان يوفر الرفاهيه والراحه وسبلا للتحكم في ظروف الهواء داخل الغرفه اثناء الطقس الحار والرطب وكما يجب ان يمد غرفه السياره بالبروده المناسبه ويزيل الغبار والرطوبه والروائح غير المرغوب فيها من هواء السياره الداخلي طبعا هنا بتكلم انا علي منظومه التبريد والتكييف علي منظومه التبريد والتكييف بالمركبه الاسس الطبيعية لتوليد البرودة طبقا لمبدا التبخير. تعتمد طريقة التبريد في مكيف السيارة على نظرية تبخير سائل، أي يتم تحويل سائل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ويلزم يتم اكتسابها من الحيز المحيط بالمبخر، اللي هو حيز الركاب، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الحيز المحيط، أي إلى تبريده. ويلزم لإتمام هذه العملية سائل سريع التبخير بحيث تكون درجة حرارة التبخير لهذا السائل من درجة حرارة الهواء المرغوب في تبريده الظروف التي تحتاج إلى ضبط درجات الحرارة طبعا أنا عندي مثلا هنا صورة بتوضح الجو بيكون أحيانا حار جدا خاصة على الطرق الصحراوية وعند السفر لمسافات طويلة ممكن تصل درجة الحرارة 35 درجة أو أكثر وهذا يتطلب وجود منظومة تكييف داخل السيارة تعمل على خفض درجة الحرارة إلى هذه الدرجة الموضحة ليعمل ذلك على راحة الركاب واستمتاعهم بالسفر واستخدام السيارة بنكون كده وصلنا لنهاية حلقتنا ولنا جزء آخر لم اليوم ينتهي موضوع تكييف المركبات بعد لنا حلقة قادمة إن شاء الله نستكمل فيها منظومة تكييف المركبات استعرضنا الأجزاء الأساسية والنظرية الأساسية لعمليه التبريد والتكييف واستغلال الظروف الطبيعيه وعمليات التهويه داخل المركبه واستعرضنا منظومه التهويه الطبيعيه التي تستخدم الانسياب الطبيعي للهواء ومنظومه التهويه التي تستخدم مروحه لدفع الهواء داخل السياره واستعرضنا منظومه التسخين بالسياره التدفئه التي تستخدم التدفئه عبر مبادل حراري يعمل على استغلال الماء القادم من المحرك الماء الساخن القادم من المحرك ولو طريقتان للتحكم طريقة يتم التحكم فيها بكمية الهواء المنساب داخل هذا السخان فيعمل ذلك على تدفية السيارة بشكل كلي أو جزئي أو غلقه تماما والطريقة الأخرى هي التحكم في درجة سريان الماء الساخن في المبادل الحراري وبكده نكون غطينا موضوع التهوية وموضوع التدفئة وهنستكمل حلقتنا إن شاء الله في منظومة التبريد والتكييف ومنظومة التبريد والتكييف طبعاً أنا عارف إن هي بتعمل كلنا عارفين بتعمل على جعل الهواء أو درجة الحرارة داخل السيارة في درجة الحرارة الطبيعية اللي هي يستطيع الإنسان خلالها التمتع بالرحلة والتمتع باستخدام السيارة أو القراءة أثناء السفر وكذلك تعمل على جعل الأجواء داخل السيارة خالية من الغبار والأتربة والروايح مما يعمل على راحه الركاب داخل السياره. بنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا معانا في حلقتنا وبرضه منظومه التبريد والتكييف دي جزء مهم جدا ومن الممكن انت كطالب انك تستفيد به في انك تعمل في هذا المجال، مجال تكييف المركبات، يعني لان تكييف المركبات غير يختلف قليلا عن منظومه التكييف العادي يعني لانه مرتبط بمحرك السياره، ومرتبط بيتطلب وجود فني يعني مستوعب لميكانيكا السيارات ميكانيكا السيارات وميكانيكا المحرك لان في خلط بين اجزاء المحرك وفي تداخل بين اجزاء المحرك السياره واجزاء دائره التبريد فمن الممكن ان تكون فني مميز لتبريد وتكييف السيارات ومن الممكن ان تستكمل معارفك ومهاراتك في هذا الموضوع بتمنى لكم ان شاء الله التفوق والتميز دائما مع قناتكم قناه مصر التعليم الفني على وعد بلقاء قريب لاستكمال درس منظومه التبريد بالمركبات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته